ناس ابتدت تسأل باشمهندسة هل في هناك يعني سن محدد للمستفيد من الخدمة العامة؟ هل في لا أي سن؟ اي سن. طالما احنا قلنا التكليف لسنة مثلا 2018 اللي احنا قلنا عليها الدفعة الاولى، ان القرار بتاع الوزير بيمضيه مرتين في السنة، الدفعة الاولى اللي هي بعد شهر مايو اللي هي بعد الفترة الاولانية، الدفعة التانية بيبقى بعد الدور التاني اللي هو بيبقى بعد شهر فبراير، يعني بيصدر قرارين في السنة طب بالنسبة للمؤهلات، حضرتك قلتي لي ان بتبقى سنة لكل المؤهلات، اللي معهوش بالظبط. مؤهل بقى ورايح يشتغل بيعمل ايه؟ لا هو احنا التكليف ده للي معاه مؤهلات، اللي يا معاه اما مؤهل مؤهلات بس. عالي او ثانويه عامه او ما يعادلهم، لكن اللي معهوش مؤهل ده ملهاش ملوش دعوه دعوه، بيه. لا ملوش دعوه. مش مكلف تمام. ان هو ياخد شهاده خدمه عامه. طيب خلينا بقى ننتقل لنقطة تانية، بما ان يعني سيادتك موجودة معانا بقى، فيعني لازم نتعرف على المعارض اللي يعني بتقوم بيها او بتفيدنا بيها. طبعا وزارة التضامن كل فترة انا شايفة فيه نشاط الفترة اللي فاتت، الحمد سواء لله. ديارنا او غير، واحنا دايما كمان كاميرا نهاية الاسبوع كانت تبقى مع حضراتكم في معرض تمام. ديارنا. واحنا وصلنا لفين في معرض ديارنا؟ يعني السهم طلع لحد فين؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا لسه مش مصرح لينا الكلام ان احنا نقوله دلوقتي، بس احنا ممكن نقول بعض المقتطفات كده، ان اتفضلي. احنا فعلا بنجهز ان شاء الله لديارنا 2018، هيبقى في نوفمبر ان شاء الله. ده هيبقى شامل لكل محافظات الجمهوريه، لكل منتجات وانشطه الاسر المنتجه على مستوى الجمهوريه بقى، زي ما بيقولوا كده من الإبرة للصاروخ عندنا، يعني السجاد والتحف والمفروشات والملابس والمأكولات والإكسسوار، كل ما تتخيليه من إنتاج الأسر المنتجة إن شاء الله بإذن الله هيكون في شهر نوفمبر. وإحنا دلوقتي بنعمل تجهيزاتنا، بنشوف المنتجات، بنشوف إيه الجديد فيها، بنحاول على قد ما نقدر ان يكون مختلف عن اخر ديارنا تم. حضرتك كان تعليقك ايه على المعرض اللي فات ديارنا، علشان عايزه يعني تتفادوه المره دي؟ شوفي هو كان في بعض المنتجات محتاجه تطوير بناء على طلب العميل، في بعض العارضين محتاجين ان هم يجددوا من منتجاتهم شويه، لان بلغوهم بقى الكلام ده يعني مثلا لو نفس العارض من بعد انتهاء المعرض على طول لحد المعرض الجديد بتتم المتابعه لكل المنتجات اللي هيتم عرضها، علشان يبقى في اختلاف في العرض بتاع المنتجات اللي هي تم تلافيها او فيها سلبيات، علشان ما نكررهاش تاني، والا يبقى العارض ده يعني ما تقدمش اي خطوه بالظبط او احنا ما بالظبط، لناش دور معاه. ما تطورش يعني ما تمش توجيهه. انا قصدي مثلا عندك بالظبط انت مثلا عرضت حاجه الكواليتي بتاعتها مش قد كده، عرضت التشطيب، التشطيب الالوان مش محتاجها، حاجه مشابهه. ايوه بالظبط، وبعدين حاجه في مش حاجه محتاجها، كمان لان في ناس تقول لك انا ما بعتش، ما انت بالظبط اللي جنبك بيبيع. انت ما ما بعتش ليه؟ بعتش ليه؟ بالظبط. ما بعتش عشان مثلا منتجك التشطيب بتاعه سيء، الموديلات بتاعتك مش طلب السوق، مش مناسبه للعميل، الوانها فيها كذا، فكل الحاجات دي بيتم التوجيه لبعض العارضين اللي تم، وخصوصا زي حضرتك ما قلتي مبيعاتهم قليله. تمام. في ناس بقى كانت بتسأل على باقي المعارض باشمهندسة، وازاي يقدروا يتواصلوا معاكم؟ يعني حضراتكم بتعملوا معارض كل فترة وبتساعدوا فيها خصوصا السيدات، تمام. فسيدات كتيرة الحقيقة بيقولوا لنا احنا ايه اللي جاي والمعارض ونروح فين، وخصوصا من المحافظات اللي بيقدروا يعملوا حاجات يعني مشغولات في وحاجات زي كده، عارضين كتير نفسهم بيتصلوا يشتركوا بينا، يعني. وبرضه كان من خلال برنامجكم نهاية الأسبوع وإحنا تواصلنا معاهم، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا مشرفينا في معرض نوفمبر إن شاء الله. أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، هو مش كل واحد بيعمل مشروع يعني مطلوب ان هو يدخل معرض ديارنا، لا، في معارض كتيره جدا، اولا من خلال المعارض الدائمه اللي موجوده، هم بيسالوا على من كده، خلال احنا جمعيات عايزين الاسر نستمر. المنتجه، يعني تمام. خصوصا المحافظات، لان المحافظات صعب قوي ان هم يجوا لحد القاهره، فعندهم معارض الاسر المنتجه الدائمه اللي موجوده في كل محافظه، ممكن من خلالها يتم تسويق منتجاتهم. طب هم بيشتركوا فيها ازاي؟ في سيدات كتيره بيقولوا احنا مش عارفين. يروح جمعيه الاسر المنتجه، انا عايز اسوق منتجي، جمعيه الاسر المنتجه اهلا وسهلا، مش مطلوب منه اي حاجه غير صوره انا هقول البطاقه. لحضرتك حاجه، هم بيخافوا من ايه بقى؟ يعني مثلا يقول لهم احنا مثلا هنخليكم تعرضوا في مكان معين او في معرض معين في المحافظه الخاصه بيكي، فهي بتبقى خايفه من ان مثلا ياخدوا منها رسوم ما تقدرش ما فيش تدفعها. يا فندم الكلام ده،
ما ينفعش. لا مفيش الكلام ده، الجمعية نفسها بتاخد المنتج بتاعها وبتقوم بتسويقه وبتدي لها المبلغ بتاعه. تمام. إذا كانت هي عايزة تروح كعارضة من خلال الجمعية في المعرض ده بتعرض، بيبقى فيه تأجير للترابيزات نفسها، تأجير للمكان. بتبقى كام في المية تقريبا؟ لا كام في المية دي بتبقى لكل جمعية أو اللي بتخضع للمكان. يعني في محافظات كتير قوي بتوفر المكان مجانا، في محافظات مثلا بتأجر بسعر رمزي الترابيزة بسعر رمزي، لكن لما يلاقوا الحاجة مبالغ فيها كده يبعتوا لنا بقى كإدارة مركزية للتنمية الاجتماعية، احنا نقدر نشوف الجمعية دي يعني ليه هي بلغت قوي. ليه هي بلغت قوي في لا هو المفروض ان في كل جمعية، على مستوى الجمهورية في نسبة ضئيلة جدا بتتفاوت من 5% لـ20% فقط. بس كده؟ بس يعني من 5% لـ20% من 5% لـ20% من اللي هي على المنتج، من الثمن اللي هي حاطاه للمنتج. يعني انا هحط المنتج ده ب 10 جنيه هحط عليه 50 نقول 20% اقصى نسبه. تمام. ال 20% عليه وبدهولهم. تمام. بيبيعهولي انا باخد ثمن وهم بياخدوا النسبه. من 5% ل 20% دي اقصى حاجه ممكن للجمعيه، غير كده بقى يعني دي بتبقى مش بتاعتنا لازم بقى. يبلغوا بقى. طبعا بالظبط. طيب في كمان بقى تساؤلات حول المشروعات اللي للمرأة المعيلة، يعني في مشروعات كتيرة وزارة التضامن مقدماها، للأسف بيجي لنا احنا دايما بنناقش باشمهندسة يعني قضايا ليها علاقة بمثلا الأسرة، عفوا ليها علاقة بالمطلقات، بالمرأة المعيلة، بالمرأة اللي ملهاش مصدر دخل. فدايما هي بتبقى مشكلتهم ايه؟ يعني طبعا المشكلة بتجي لنا بعد ما تكون تفاقمت وكبرت، بعد ما بقى لهاش حل خلاص، مش لاقيين لها حل. فهي المشكلة بتجي لنا في النقطة دي، ما بنبقاش عارفين بالظبط نوصلهم ازاي، او شوف هي بتبقى مشكلتها انها عندها قضايا، قضية مثلا طلاق، قضية ايا كان اللي موجود، عندها مشاكل مع الطرف الآخر، وعلى الناحية الثانية هي بتدور على مصدر رزق، لأن بتبقى ممكن يكون في مشاكل في انقطعت النفقة أو مش يعني هي مشاكل كلها مادية، يعني عايزة تصرف، عايزة تعيش بالظبط، وعايزة شغل شغل آدمي يحترم. فدايما بيقولوا ايه، طب احنا بنسمع وزارة التضامن عاملة كذا عاملة كذا، انا اعمل ايه واقدم ازاي؟ وهل في سن؟ هي عندها جهتين، لا هو مفيش سن طبعا. عندها جهتين، يا اما بتتوجه للوحدة الاجتماعية، ده اقرب حاجة ليها، الوحدة الاجتماعية اللي في مكانها، علشان هي لو في قرية بعيدة او في اماكن نائية بعيدة، على بال ما تروح المديرية في وسط البلد في المحافظة طبعا هتكون مشقة عليها وهتصرف عليها. أقرب حاجة توصل لها الوحدة الاجتماعية اللي هي تابعة ليها السكن بتاعها. دي نمرة واحد، بتقول مشكلتها، وهناك في الوحدات الاجتماعية موجود أخصائيين يعني كفء جدا جدا، لأن هم يسمعوا مشكلتها ويوجهوها. لو هي بتعمل مشروع هيقولوا لها تصرفوا فين أو تسوقوا فين. لو في أي مشكلة عندها في أي ناحية أخرى هيوجهوها للأخصائي اللي هيقدر يساعدها. الوحدة الاجتماعية أقرب مكان ليها. تمام. طيب بالنسبة للبرامج اللي زي الإعانات، ولو اني بفضل ان هم يشتغلوا، لان حضرتك اكيد يعني عارفة، هو التوجه دلوقتي لان يعني مش انا مش هصرف إعانة، يعني اديني علمين الصيد وما تدينش سمكة. لا، وهقول لحضرتك حاجة، بما اننا يعني بنتكلم في اختصاصات وزارة التضامن، البنات يعني اللي بيجوا دايما بيكونوا مطلقات او ارامل في مرحلة سنية صغيرة. صغيرة بالظبط. فهي مش عايزة تعيش وتاخد بقى مصروف، او تعيش وتاخد معاش. لا مش عايزة اخد قرشين وخلاص وسكت على كده. هي مش عايزة تعمل، هي عايزة أكبر. تعمل كارير. بالظبط. يعني في بنات مثلا بتبقى عندها تقولي انا عندي مثلا موهبة ان انا بشتغل بحاجة معينة بايدي، بس مش عارفة ابيع، مش عارفة اعمل ايه، بس كل مثلا جيراني بيشتروا مني، او كل قرايبي بيساعدوني. عاملة دايرة صغيرة كده على قدها بتعمل فيها. انا عايزة اكبر الدايرة، عايزة مكان اشتغل فيه، عايزة حد مثلا يديني قرض واشتغل مثلا بقرض ده وسدد من اللي بيع. هي بتبقى عايزه خلاص تبقى يعني ليها مصدر دخل، بحيث ان هي ما تبقاش ليها اللي هو انا مش عايشه على الاعانه، لان في اولاد، في مدارس، في كذا. لا طبعا، في لا هي طبعا. السيده وده مش التوجه بتاع الدوله عموما. ايوه، ان انا ادي اعانه وبس شكرا، او قرشين كده وشكرا. لا، ده حتى برنامج تكافل وكرامه، وبرنامج هم بيسالوا على تكافل وكرامه، وبرنامج كل الحاجات دي مش هدفها ان انا اديكي مبلغ وخلاص مساعده، مش لا مش الهدف مساعده، الهدف ان انا عايز
اساعدك علشان تقدري تنهضي بنفسك وتقدري يبقى لك زي ما بتقولي حضرتك كده شخصيتك وتقدري تكبري. يعني هي يا دوبك بدايه انت بتفكر في ايه بعد كده. اهم حاجه ان هو بيتوجه يا اما الوحده الاجتماعيه نمره واحد، دي اقرب حاجه لاي عميل. تمام. الوحده الاجتماعيه والوحدات الاجتماعيه ما اكترها على مستوى الجمهوريه، بس نحن نسال عليها ونروح فيها. هناك في اخصائيين كتير هيسمعوا كويس جدا. نمره اتنين يروح جمعيه الاسر المنتجه او اي جمعيه تنميه قريبه له. تمام. يعني يا جمعيه اسر منتجه يا جمعيه تنميه. بس مفيش صعوبات في الاجراءات او استحاله يا فندم، استحاله. ولو في اي حاجه يبعتوا للوزاره. كل الاسئله اللي ممكن تيجي في ذهن اي سيده بتتعرض للمشكله دي يبعتوا للوزاره على طول، ويبعتوا للمديريه علشان بحث المشكله دي، ونقدر نعرف المشكله في المكان، في الشخص اللي موجود، في المسؤول اللي هو بيأدي الخدمه. حضراتكم بتعملوا بحث حاله في الوحده الاجتماعيه؟ بيتم عمل بحث الحاله. مين اللي ما يستحقش؟ يعني مين اللي اقدر اقول له لا انا ما اقدرش اقدم لك هذه لا دي في الشروط موجوده في كل وحده اجتماعيه لان ليها مستندات مطلوبه. فكل وحده اجتماعيه موجود فيها كل برنامج او كل مشروع او كل مساعده الشروط بتاعتها مكتوبه، لانها بتبقى حاجات كتير قوي. يعني عشان بس نضمن المصداقيه بتاعت العميل. ما انا فاهمه. وفي نفس الوقت ما اقولش ان ده بياخد من هنا وبياخد من هنا وبياخد من هنا وبياخد من هنا وبياخد من وعايش بقى على ان ايه يجمع اعانات وخلاص مساعدات من الجمعيات دي والوحدات دي وخلاص وانا بقى مش قادر. لا هو وكمان قاعده البيانات اللي بتتعمل في تكافل وكرامه وبتتعمل في كل البرامج الجديده بتبقى بالتعاون مع الوزارات الاخرى علشان تقدري من خلال الرقم القومي تعرفي الشخص ده أيوة ايه قصته بالزبط. ايه قصته؟ هل بيتلقى بالزبط. معاش من جهه اخرى من ايوه من اكتر من جهه من ولا جهه عنده فين مشروع ولا عنده كذا. طيب اخر حاجه بس باشمهندسه معلش، في سؤال خاص بذوي الاحتياجات الخاصه وحقهم بيبقى تقريبا من المشاريع دي، يعني ازاي؟ يعني بيتعاملوا ازاي؟ هم بيبقوا ليهم طبعا طبيعه خاصه وتعامل خاص، واحيانا بيكون ليهم قدرات كبيره جدا وعاليه جدا. هي المشكله ان طبعا بعض انواع الاعاقات بتعقهم ان هم يقدروا ان هم يتواصلوا. الناس دي بقى تعمل ايه؟ وايه حقوقهم بالظبط فيما يخص المشاريع الخاصه بوزاره التربيه؟ برضه هقول لحضرتك على حاجه، هم اهلا وسهلا بيهم من خلال مشاريع الاسر المنتجه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في مؤسسات كتير تبعنا هم ليهم مشاريع الاسر المنتجه. طبعا احنا عندنا حالات كتيره جدا، وما شاء الله دلوقتي تعالي اتفرجي عليهم سيدات اعمال. سيدات عظيم. اعمال حاجه تشرف. حاجه تشرف فعلا. يعني كان في معرض مؤخرا معمول الاسبوع اللي فات في احدى الشركات التابعه لوزاره البترول، كان مشترك معانا بعض السيدات المحترمات اللي هم فعلا يعني مش قادره اقول لك الانتاج بتاعهم شكله ايه وقد ايه هم مصرين ان هم يكونوا متواجدين، وان شاء الله هيكون لهم تواجد ان شاء الله في ديارنا في نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله. من الاكسسوار ومن الكروشيه ومن الملابس ومن اللوحات الفنيه. يعني في برضو ناس برضه اي سن اي مؤهل اي اي حد. لا مشروعنا ملهوش حدود. لتكبير. والله احنا نفسنا الحاجات دي تبقى دائمه، يعني المعارض دي تبقى حتى كل شهرين ولا كل شهر. والله هي موجوده بس في مسميات كتير ليها غير ديارنا. بس مش تبعنا، لكن وزارة التضامن الاجتماعي بتحتوي كل هذه المشروعات وكل هذه الفئات تحت اسم مشروع الأسر المنتجة المصرية ومعرض ديار.